ورجعنا لكم في حلقه جديده ومو توب فايف. وما راح نتكلم عن مو اقوى قتالات في عالم الانمي. لقينا موقع جديد برضو ناخذ منه غير وانكا وغير برضو ما يعني من لسكا تجربه. لذلك خلونا نبدا فريق الاثاره والمتعه والتشويق. نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طبعا احنا الحين الموقع بيطلع لنا القتالات اللي موجوده عنده وحسب التصويت اللي عند الموقع هذا في المركز الخامس الى المركز الاول. احنا بنقول توب او مش توب على حسب اللي بنشوفه قدامنا، هل هذا يستحق يكون في التوب 5 بالنسبه لنا أي. او لا. اذا كان توب عندك ثلاث خيارات، الاول انك تقول مو توب وتحط شيء مكانه، الثاني تقول توب وتخليه هو مكانه، الثالث يقول مو توب بس ما طلع من القائمه وهذا يحتاج يعني شيء اعلى او شيء اقل. وهنا تصعب على نفسك، المهم انك تحطه في مرتبه اعلى او مرتبه اقل، وبرضه لانك شلت تحط شيء مكانه. على فكره هذا يمكن اصعب توب 5 مر علينا حاليا، لان انت تتكلم عن خمس قتالات في عالم في عالم الانمي كله. وبالمركز الخامس راح نبدا من عندي انا عشان نعيد ابو خليل يخليه يمثل، لان احنا صورنا ابو خليل وطلع المايك طافي، فخلوني نبدا من عندي انا. في المركز الخامس مدرا ضد تحالف الشنوبي كامل ضده، اللي هو لما وصل وخطب فيهم فجنود التحالف وبدأ البوكس. هل هو من التوب 5 ولا لا؟ احنا ما نتكلم عن الآن، نتكلم عن قتاله ضد التحالف. هنا اقول لك مو توب 5 ولا يستحق ان يكون حتى في اقوى قتالات في عالم الانمي، لسبب مهم جدا انه ما كان في حتى تكافؤ فاص. لما اقول لي قتال معناه انه لازم في تكافؤ فاص، هذا ما كان في تكافؤ فاص. كان في اعظم خطبه خطبت لما هزأهم مدى وحسسهم انهم حشرات بالنسبه له اقوى هيط ينقال، لكن ما كان لهم فرصة، مسح ما يعتبر قتال. ففي المركز الخامس ليس مدرا ضد تحالف الشينوبي، نو توب 5. وش هذا السؤال؟ هذا السؤال الأهم عين. ايوه صراحة لو بتكلم راح يكون القتال ما بين واعتبر من أقوى قتالات الأنمي بالنسبة لي صراحة، فياخذ المركز الخامس قتال تاكامورا وهوك من انمي هاجيمي نو ايبو. كان فيه تكافؤ فاس، كان فيه ضحك، كان فيه دراما، كان فيه اكشن الى ان اخر لحظه متدي من المنتصر، كان فيه هيط. تاكامورا من هاجيمي نو ايبو نيو اعتقد ذا رايزنج الجزء الثاني ذا رايزنج اعتقد او نيو تشالنجر مو متاكد، وضد هوك. صحيح غريب ان انمي ملاكمه يدخل، بس والله صراحه هذا قتال للتاريخ بالنسبة لي أنا. قتال مدرا ضد شينوبي ألاينس مو توب 5. توب 5 عندي نيترو ضد ميريوم، قتال هانتر إكس هانتر ملك النمل ضد ملك الصيادين نيترو. أشوف صراحة يستاهل، قال له يا حشرة أتستحقر البشر، هذا حالك فين؟ كلام كبير. أنا بالنسبة لي أعطيناك فرصة مو توب من عندك. المركز الخامس طبعا مش في القائمة خير شر دائما مع شنوبي معها. المركز الخامس صراحة بالنسبة لي هو قتال أيزن سوسكي مع إيتشيغو في أنمي بليج، صراحة من أفضل قتالات اللي شفتها وأكثرها حماسا وقوة يعني بالنسبة لي. من جد صراحة أهنيكم. روح للمركز الرابع. واضح إن اختياري ما عجبكم، ها جاي بالعيد. لا هو حلو بس ما يتنافس مع الأنمي الثانية، فهمت؟ في المركز الرابع كيريتو ضد جليم آيز من سود أوت أونلاين. لا صراحة مو توب نهائياً، مو توب كلنا نعتقد بنقول مو توب. ايه احنا ما علينا انه مو توب، علينا شو اللي بتحط مكانه. بل لو بحط مكانه فهو ليش كله من عندك؟ من عندك الحين تورطه صح، من عندك توب. هلا بالخميس تيرا را را را، هلا بالخميس. طيب بالنسبة لي مو توب، انا اساسا ما شفت الجزء هذا ولا القتال هذا حتى. ففي المركز الرابع هو قتال نيترو ضد ملك النمل، وطبعا مختاره قبل والله كاتبه. شوف وينه؟ شوف مشخط كاتبه. شوف هذا نيترو والله قبل تقوله والله كاتبه.
ايه عشان تكون شوف المونتاج بعدين يا استحق. ملك النمل صراحة ضد نترو والله كنت حاطه قبل ان يتكلم فيه احمد وكنت مخطط له من البداية يعني. ايوه يا ابو حمزة جاك الدور. دور عندك الحين. طبعا موتوب فايف انا ما اكذب عليكم طبعا احنا دخلنا هنا محمد صدمني انا ما كنت اعرف شيء عنه كلنا 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 هذا متعب في الحلقه اساسا هذا متعب ما في تجهيز للقتالات فانا قاعد اشوف ايش اللي يجي ببالي واقوله فلا حد يلومني بعدين يقول اوه انت نسيت لا لا عادي عادي دي الحلقه فور فن يا بالحلقه ايوه انت تبطط قاعد يضيع وقت في كل حاجه انا بختار نفس انمي اختاره ابراهيم بس مش نفس القتال اوكي يلا من انمي بليتش قتال ايتشيغو ضد إليكيورا اللي وصل الى مرحله الموت طبعا الكاتب رجعه بطريقه ما كوريساكي كان رجع بس أيه. القتال صراحه يستاهل شفنا اسطوره في القتالات كان قتال اسطوري جدا ملحم انا بالنسبه لي مو توب التوب في مركز الرابع قتال جوكو وجيرن من دراغون بول سوبر تكافؤ فرص قوه وما كنا نعرف حتى وكان تغير في نمط القتال وصراحه من اجمل اخراجات دراغون بول قتال جوكو وجيرن عندي اقوى صراحه من كيريتو وجيلمايز هذا جليمايز فصراحة جوكو وجيرن من أفضل عندي. نروح الحين إلى المركز الثالث اللي أنا اللي بكر فيه أحمد اليماني الحين. لا من عندك ما. لا من عندك حبيبي أوتشر ولانسا من فيت ستينات معركة جبارة والله هذه يا أحمد ما أدري إذا شفتها ولا لا. أنا شفت المعركة بس مو توب. لا سوري والله يعني إذا في قتالات واجد في قتالات واجد بس مو توب إيه لكن عشان أنت حاولت تحشرنا أنا بختار نفس الأنمي أوكي جيلجامش جيلجامش يوم جاء وكان في ثلاثة أبطال وطاح فيهم أيه. جلد يوم الكلب المسعور سيبر والظلام الكلب المسعور يوم جاء يقولت كيف تجرؤ يا كلب تمسك سيف من سيوفي وطاح فيهم جلد هو لحاله فذاك قتال كان أسطوري ومحطهم يا همجي حتى في واحد يعني همجي هو انه يعني حق قتالات قلت يا همجي يا همجي كيف تمسك كيف تجرؤ تمسك كيف تجرؤ انت جلد فيهم جلد زين بخليل موت بفايف بالنسبه لي صراحه لو كنت بختار في المركز هذا فبيكون قتال ناروتو ضد بين من افضل قتالات اللي شفتها صراحه واستمتعت فيها علاقه بالمانجا اكثر من الانمي صراحه فصراحه القتال قوي جدا ويستحق المركز الثاني بالنسبه الثالث بالنسبه لي حلو طيب انا والله ايضا مو توب للاسف بالنسبه لي ولو كنت بختار قتال هنا المصيبه انا ترى متورط الحين انا اللي متورط لا والله بروح قتال عجبني كثير صرخت فيه كثير خليك قاعد صار الحين معطينك وقت وما اخرينك لاخر واحد على اخر بروح الى قتال كمان بتكلم عن معركة كامل صح لا 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 يوم قلت لك ار كامل قلت لي لا ما يصلح باقي هذه معركة نفس الشيء لا 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 سمح اوكي لو بتكلم عن قتال وكان صراحة عاجبني جدا ف ما حلقة قتال احمس من نيتو وملك النمل صح جلدنا مو بتقليد يا اخي يعني انكر وجود قتال جبار زي هذا لانك انت اخترته العكس يعني ترتيب كل شخص فينا القتال هذا يعني يدل على مالك النمل كيف الاختلاف الاراء يعني ما كنا حتى يعني يعجبني القتال انه لين اخر ما كنت عارف انه بيفوز وفي اخذ جد وما في تدخلات كثيره يعني تلاحظون قتالات لان اخترتها في قتالات يمكن اعظم منها بس هي تدخلات عاد جوكو جيرن يعني الحين الدور عندي انا في المركز الثاني كينشن والسايتو نيني كينشن والله يعتبر من القتالات العظيمة لكن ما حيكون في التوب لأن جات قتالات قدام قوية جدا فما راح يكون صراحة كينشن وسايتو من القتالات اللي أنا ممكن أتكلم عنها راح أقول قتال لوبي وروبلوتشي في حدث الإنس لوبي كان من القتالات العظيمة والرهيبة وفيها التكافؤ ما يعني صراحة من القتالات الرهيبة يستحق عندي المركز الثاني وبجدارة
ايوه انت انت يطلع فيني حموت بفايف طبعا كقتال المركز الثاني مش كان قاعد اعد الانميات عشان ما الخبط اخترت بليتش واخترت هانتر واخترت فيت هذا ما في قتالات المشكلة هذا قتالات عقلية مش جسدية يجيك الهام يعني ابغى اشوف شيء قوه في قتالات اسطوريه استنى خليك تفكر اجاوب انا تبي تجاوب لا جاوب انت مثلا اذا بختار المركز الثاني سوف يكون في ناناتسو نو تايزاي اسكانور ضد استروزا اللي كل الكل خضع له وقام جلد في جلد يستحق مني مركز ثاني صراحه. اوكي ابو خليل صراحه التوب الاكبر يلا والله التوب الاكبر مو تخليه توب تن يا محمد احنا ثلاثه بس الله هديك لا اخلص 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 طيب في المركز الثاني للامانه بيكون عندي بدون زعل واحد يتضايق يعني قتال برولي ضد جوكو وفيجيتا صراحه كان من اقوى القتالات فيلم ولا الانمي في فيلم اي فيلم الفيلم الاخير يعني من ناحية التحريك كان أسطوري من ناحية القوة القتال اللي صار فيه كلها أشوف التفوق على كل قتال دراغون بول بالنسبة لي على الأقل شخصيا استمتعت فيه بشكل مو طبيعي ويستحق المركز الثاني على وجهة نظر الشخصية يلا الحين بنبدأ من عندك يا أبو خليل تا 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 المركز الأول توب 1 يلا نقول شيء يذكر للشباب قتال نوم مقنع وطيفوه اوه سايكو باس هذا ولا فيت برضو فيت صراحة توب والله عن شكوفه كنت أنا قايل والله لو يصير اللي يصير في المركز الأول المركز الأول عندي هو ناوتو وساسكي من ناوتو شيبودن القتال الأخير أنا فيه استخدم كل شيء سامونينج تحولات استدعاءات عاطفة كل شيء بس كيتشيجو وكيري من فيت زيرو يمسح قتال ناوتو وساسكي بأستيكا تخطيط ذكاء دهاء دراما بكاء وفي نفس الوقت أربعة يقاتلون كيتشيجو معاه سيبا وكيري معاه جلجامش سيبا وجلجامش في جهة وكيتشيجو وكيري من جهة مسدسات ضد سيوف وذاك يرمي أسلحة آتشر الحقير وهي سيب يا الله صراحة أقوى قتالات وأقوى قصة في قصص الأنمي فيت زيرو جميل فيت زيرو توب بالنسبة لي مو توب وليس لأنه ما أحبه ولا بالعكس هو أفضل سلسلة في سلسلة فيت كلها فيت زيرو لكن لأن أنا أصلا أريد اخترت قتال من فيت فما بختار قتال آخر من فيت إذا بختار من ناروتو وليس قتال ناروتو ضد ساسكي بل قتال مادارا ضد الهوكاجي أما لسع خمسة هوكاجي وطقطق عليهم ويقول لهم يلا خذوا كل واحد نسخة بس سوي لهم كجبونشي وكل نسخة تطلع إيش؟ ما من يتكلم ترى كل نسخة تطلع سوزاني ايه. كل نسخة تطلع سوزان ويلا ياخذوا لعبوا معهم يجلد فيهم جد هذا قتال نشوف أسطوري وصح إنه فول باور وأوفر باور بس قتال أسطوري كان بالنسبة لي كان غبي أوكي أبو خليل على فكرة الحين فيت بالحالة يستحق توب فايف بالحالة صراحة ايه. انا كل قتالات والله العظيم إيه. انا حتى بعد جحيم بتذكر قتال كنت مسوي في توب 5 من قبل عن لانسر وسايبر اي كان مره اسطوري برضو فهالانمي فيه قتالات في قتالات مره قويه اساسا بس انغدى فيه ولا كان والله مسيطر اي الماستر حق الغادرة اي كنت بقول كلام كويس كنت حقد عليه بس مو توب 5 معناه والله يستحق يعني يستحق لو كان في جدير بالذكر يمكن احطها فيها بس انه مو هو بالنسبة لي يعني في 2019 أنا محتار بين قتالين صراحة في 2019 صاروا وأحسهم يستحقون يكونون على المركز الأول لكن بختار اللي هو ليفاي مع القرد صراحة في أنمي هجوم العمالقة أشوفه يمكن أكثر لقطة تحمست فيها من زمان أتكلم عن نفسي يوم ما عليه هذا تبحق لو سمحت ما يعتبر قتال لا قتال ما تقتله لا تقتله معلش
يعتبر قتال وقطعه وسواه شاورما. لا سمحت تب حقي انا حر حقه انت ما تبي تحط كيف انا بحط كيف حقه معلم انا من حقي احط القتال اللي ابغاه. وانا اشوف ان هذا القتال من اكثر المشاهد اللي حمستني في انمي هجوم عمالقه في 2019 فهو الاول بالنسبه لي انا وسلامتك. الحين كل واحد فينا لازم يعد التوب 5 اللي هو قالها. انا بديت ب المركز الخامس قلت ان لا تاكامورا وهوك ندمان بس والله صاحك قتل خطير بس ندمان الحين يعني. فالمركز الرابع جوكو وجيرن. المركز الثالث نيتيو وملك النمل. المركز الثاني لوفي وروبلوتشي وندمان بس والله كان قتل رهيب بس ندمان الحين لما عرفت المركز الاول اللي هو كيتسيجو وكيري. فاعترف اني اخطأت في مركزين اعترف صراحة. اتمنى ان عاد نشوف باقي احمد. انا المركز الخامس اخترت ملك النمل ضد نيترو. نيترو. والمركز الرابع اخترت من انمي ايش اسمه بريتش ايزن. ايزن و... لا مو ايزن ايتشيغو وكيورا. واخترت في المركز الثالث من انمي فيت قتال جلجامش مع الابطال. واخترت في المركز الثاني من انمي ناروتو. لا ناروتو الاول. ناروتو قلت الاول في قتال المدرة مع الهوكاغي. في المركز الثاني ايش اخترت؟ انمي الخطايا اسكانور ساموراي. بالنسبه لي طبعا الاول اللي هو مدرة والهوكاغي الخامس. yes. بالنسبه لي صراحه كان في المركز الخامس وهو خطا ايضا. يعني تعرف لما تدخل حلقه كذا عندك افكار فلما تشوف صور لما تشوف اشخاص جنبك يتكلمون تتغير افكارك طبيعي يعني. كان عندنا في المركز الاول ايزن والمركز الاول المركز الخامس معلش ايزن وايتشيغو. في المركز الرابع كان نيترو وملك النمل. في المركز الثالث كان ناروتو وبين. وفي المركز الثاني جوكو وبرولي من الفيلم طبعا. وفي المركز الاول ليفاي والقرد. اي وين اخطات هنا انت تقول في ايزن؟ في ايزن. أيوة مش ليفاي. لا لا ليفاي دعم متمسك فيه واشوفه يستحق. ليفاي والقرد اعظم من ايتشيغو وايزن. يبي لنا فيها احيانا القتالات اللي تكون اول دقيقه. والله العظيم ابو خليل لا تخلينا نحول حلقه اوبجكشن. ترى ابي بس ابيك تقولها بكل وانت طالع الكاميرا بكل قلب ومعنويه ان قتال ايتشيغو وايزن اقل قوه وجمال من ليفاي والقرد. بس سمعني اياها. انا تكلمت هنا في القتالات بنفسي وجهه نظري ايش اللي كان محمسني واللي اثر فيني. فهذا القتال ونروح نشوف اللايف رياكشن. انا انحذفت شوفوا انا اتحمس فيه صراحه اكثر من قتال ايزن واتش. ما كنا نسوي لايف رياكشن على ايزن واتش. على العموم كذا نكون وصلنا شفت التوب 5 حقنا. التوب 5 حقنا الحلقه تستحق توب 10. القتالات اللي ما قدرنا حتى نتكلم عنها وفي توب كثير في الموقع هذا. انا اقول لك هذا اصعب توب اساسا. اي اصعب توب. فاول هدف منا برضو ان احنا نذكر لكم توب ونوع انميات وايضا ان احنا ننكم بعض. اتمنى انكم استمتعتوا في الحلقه. وفي النهايه اقول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه الضغط على زر اللايك الشير ونشوفكم على خير.